أنا ايوه هستأذنك يا دكتور أمل، احنا معانا على التليفون دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، ازي صح؟ أهلا حضرتك طيب؟ وحدك بالصحة والسلامة وسنة سعيدة علينا جميعا، وبالمناسبة عيد غطاس وكلنا طيبين. كل سنة عايز وانتم ارجع بخير. على الطلب الاحاطه اللي مقدماه ست النائبه الدكتوره امل، وكنا بنتكلم دكتور امل سلامه، وكنا بنتكلم على مساله انه تم رصد ادويه من اللي معموله تحت بير السلم من شانها انها تهدد صحه بل وحياه المواطن. دكتور امل بتشدد على ضروره احكام الرقابه الصارمه على الأدوية اللي ممكن تكون بتوصل لحد الصيدليات أو بتوصل لأي شكل من أشكال المستهلكين في الحالة دي. تمام، احنا بادئ ذي بدء، احنا بس حابين نوضح حاجة للسادة المشاهدين، انه الدواء المغشوش عالميا موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي كل العالم، موجود دواء مغشوش. منظمة الصحة العالمية الإحصائية اللي قايلاها على مستوى العالم يوجد بما يوازي 10% أدوية مغشوشة على مستوى العالم. في مصر لا يوجد إحصائية واضحة، ولكن لا يوجد رقابة على سوق دواء على مستوى العالم زي ما هو موجود في مصر. أنا بقول لحضرتك وأنا مسؤول على الكلام اللي أنا بقوله، ومستعد أثبت الكلام ده عمليا. قطاع الدواء في مصر في إحكام رقابة شديد، مصانع، مخازن، صيدليات، مركزي، وعلى مستوى المحافظات في رقابة، في رقابة من هيئة الدواء، في رقابة من جهاز حماية المستهلك، وفي رقابة من مباحث التمويل. يعني أصل التصريح، التصريح قوي يا دكتور، التصريح قوي إنه مفيش حتة في العالم عندها إحكام في رقابة على الأدوية زي مصر. زي مصر يعني، ولا النرويج مثلا. أنا بحب النرويج قوي. أو علبة بتتصنع في مصنع جوه مصر إلا لما هيئة الدواء عارفة بيتصنع إمتى وعارفة بيتصنع إزاي ومثبت في مصانع. عندنا 180 مصنع تحت رقابة صارمة في مصر. كل أسبوع المفتش بيروح يحضر إفراج أو تحليل أو تصنيع منتج. وعلى فكرة في العالم بره ما بيحصلش الكلام ده، إحنا في مصر كده لضبط إيقاع السوق. كون إن في أدوية مغشوشة ده وارد زيها زي أي دولة في العالم. القصة هنا في إن هيئة الدواء بترصد، وإحنا في المستوى الثالث بالنسبة للـ WHO منظمة الصحة العالمية، أعلى مستوى مستوى العالم 4، إحنا في المستوى الثالث، ولابد وإلزاما إن إحنا نعلن ونقول الأدوية المغشوشة علشان السادة الأطباء والصيادلة والمواطنين يبقى عندهم وعي. في تعاون كبير ما بين لجنة الموزعين بشعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، احنا تابعين لوزارة التجارة والصناعة، وفي لجنة متخصصة للموزعين. كان في اجتماع مشترك مع هيئة الدواء مع التفتيش، وفي تتبع مسبق لو اي حاجة ظهرت غير مظبوطة في السوق بيتم ابلاغ التفتيش وبيتم التعامل معها. في مضاد حيوي من ضمن المضادات الحيويه اللي تم الاعلان عنها اللجنه اكتشفتها قبل نزولها السوق، وده نوع من انواع التعاون. بنحاول ان احنا نقلل اي مشاكل تحصل في السوق. الدواء المغشوش دي ظاهره عالميه، هيئه الدواء يعني ملزمه ان هي تضبط ايقاع السوق فيه. فعادي حضرتك لابد ان في منشور ينزل، ولابد فيه توعيه، ولابد ان احنا الناس تبقى واخده بالها من الاطباء والصيادله بالنسبه للجزئيه دي.